بطاقة 102 إلى المكتب. السلام عليكم، هذا رقمك، رقم طلع عندك. يسحب مليونين الله يكرمك. شو رقم الحساب؟ إيه لحظة. البطاقة 102. هاي الورقة فيها كل المعلومات بدك إياها. قد بدك تسحب قلت لي؟ مليونين اخي. مليونين شو؟ حسابك ما فيه غير 1000 ليرة استاذ. لا انت مخربط، انا حسابي تقريبا فيه تقريبا 3 ملايين. يا عيني، انسحب كامل رصيدك بالفترة الماضية. شلون سحب يعني؟ مثل اي سحب نظامي. لا انا ما قربت على البنك. انسحب 700 بتاريخ 17 الشهر الماضي. انسحب مليونين بتاريخ 29 بموجب الوكالة العامة يلي عملها للسيد سامي الأشقر. شو؟ مثل ما عم خبرك. بس أنا بس أنا ما عملت وكالة لحدا. شلون ما عملت؟ صرت الوكالة عني. لا 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 أخي، أنت تأكد تأكد من الله يسرك. يا أخي مثل ما عم خبرك. أبو زين؟ يسر على عرضك الحالي يا أبو زين. شو؟ قبل أبو سامي اللي عضده كليتي يجي لعندي على المستشفى ومضحني على أوراق عشان يقدر يحط لي بحسابي مصاري. إيه؟ طلع مضي لي على وكالة عامة وسحب كل المصاري اللي حاطهم بالبيت. شو؟ أستاذ هذا حكي مظبوط؟ في وكالة وسحبين مصاري؟ طبعا استاذ. طب معيتك بجوز يكون في غلط، يعني بجوز يكون اسم ثاني حدا. كل شيء قانوني بالنظام. يا الله ليش شيخ 50 فيلم بعد كلهم في بعد جسمي انا مش حاسين حي كبيرة داخل على عمرك. والله بيتر اخي دخيلك يستر على عمرك كرامة الله. والله حاكي لك مصاري الله وكيلك لك حاكي لك يا قول مصاري دخي لك بعرضك أنا يا بشر يا عالم يا ناس كرام الله ساعدوني رجعوني بصياتي عاكي لك يا دول بس فابو علي لك أنا والله بحكي لك يا لحظة يا شباب دخي لك أنا والله بحكي لك بحكي لك دخي لك والله بحكي لك حاكي لك دول والله بحكي لك يسر على عرضك يسر على عرضك يا أخي والله بحكي لك درويش وغلبان ومطلوب عليه. يا زلمه لا انا ابوك مصاري بقى. ما عاد ترى والله ما عاد شباب بس الشارع والله ما عاد اقدر رجلي ما عاد حملوني يا ابو زين. يا رب يخليك. لما يصير فرجه بالشارع ما حلو اقوم. انت روح على البيت. انا بدي اصير فرجه. على اساس انا لسه هلا ما صرت فرجه. لك انا صرت فرجه من زمان يا ابو زين. يا جابر ليك العالم صار يتفرج علينا ما حلو يعمل لك قوه. انا بدي اياهم يتفرجوا علينا. انا بدي العالم تتفرج علي. يا عالم يا بشر يا ناس يا أمة الله اسمعوني. انا اسمي جابر. انا اسمي جابر. وانا الله غضبان علي كثير. الله غضبان علي كثير. وحياتي اللي كسرني انا بعمري ما نسيت حدا وانا بحب كل الناس والله العظيم بحب كل الناس بس هذا اللي عم يصير معي اسمه غضب انا واحد مغضوب الله مسكر كل الابواب بوشي والله يا اخي اسمع اخي اسمع وحياة الله أنا بحس اسمي بس مشان تصمت معي بس والله ما صمت مشان أفخذ لي من ثوري إذا أنا أروح أكسر الدنيا وما أكسر الدنيا أخذي أمان اسمعي أنا زلمة طول عمري حاسس حلو
حدا بدي ياكل بس الحال ما قدر اجري بحالي جوع بيت اضيع عليك بحالي يصير على ارضي ايه شو عمل حتى ارتاح لا حتى اطفي نارني يا قدر اجري بدي احكي ولك بدي احكي ولك كيف بدك يعني هذا ما بدر هذا السيد انت تعنيدك السيد لما دخلوا على الحارة وانتوا شو حملت ولك انا لحد تعنيدك وبهلي وعلي وهلي أنا جابر اللي بعمره الله ما جبر فيه أنا جابر اللي طول عمره مكسور شو عمل بحالي شو عمل لك يا ريتني حيل حتى أطلع من جلدي لك يا ريتني حارب إلى حتى أعرف حالي بولي فطيها بقى اخي انا مو بالعنوان هذا انا بدي اعرف ليش هالزلمه عم يتعامل مع خلق الله كانه العبيد عند منه لك يا اخي عبيد شو سالتني عن عنوان حدا وما عندي اياه من وين كان يخلق لك اياه قبل شوي كنت عم بتقول ممنوع مشان وفر نقاش وجدال مع الناس يعني مو ممنوع لك هلا انت شو بدك عليه ولا تقاتل الناطور قبل اليوم كنت لما حدا يقول لي ممنوع اسكت وست بوزي يعني كنت اقول شو اللي بيخليه يقول لي ممنوع اذا ما كان زاده بس اليوم صرت متاكد انه بس يقول لي ممنوع يعني لازم ادفع او لازم ادخل اشتكي شرف اعطيني العنوان استناني برا نفسي شق وشقفتين بس اللي ما بيخاف الله خاف منه يعطيك العافية يا عم الله يعافيك يا رب الله يخليك بيت أبو سامي عم دق عليهم ما حدا عم يفتح لي الباب والله طلع برات البلد وصار له مدة طويلة يا عم برات البلد؟ اي والله يا ابني وهي الفيلا تبعها هون مقفولة شوفت عينا لا تواخذنا غلبناك لا غلبة ولا شيء تفضل ابني تفضل لا السلام عليك الله يسلمك يا رب يا سرايل يا حبيبي لك يا سرايل يا ابو الزين كيفه؟ ماشي الحال شو بصوتك؟ ما في شيء ابو الزين يستر على عرضك ها مو وقت زعلك هلا اللي صار امبارح غصب عني ما كان فيني اقعد عندك ولا ثانيه بتقول لي مو متفق على شيء بعدين بتطلع لي مثل ولد قدام مرتي واهلك بدي المسدس اشتريته انا وانت شو بدك فيه؟ عاوزه
هلا بالاخر فهمني شو في براسي. لك اخي عاوزه جايتني بيعته. ايه خلص انا بدك. لا 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 انا في زبون بدي بيعه اياه. ليك جابر انا هذيك الشغله ما عاد ارجع لها بعمري. ليكني هلا بالمحافظه مشان حل قصه الدكان. يعني شو ما صار شو ما صار ما عاد اسحب سلاح لعيني. ماشي؟ بدي السلاح بموضوع بخصني. قلي شو هو؟ لك يا اخي مو لي السلاح. لك ليش عم تتفتى علي؟ تتفتى؟ شو لك جابر شو صاير لك؟ لك اخي ما صار لي شيء، السلاح لي انا عاوزه بدي اياه، يعني اعمل لك تقرير مفصل شو السبب وليش؟ لا مو ضروري، بس بحساب انا رفيقك واخوك وافتكر انا اللي طلبت السلاح. طلبته مشانك يمكن ولا لا؟ لك اخي على راسي، فضلت على راسي وعلى راس عيلتي واهلي، انا السلاح لازمني، في شيء يعني عندك مانع؟ طيب 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 روح يعني هدي لي اخلاقك شوي وليكو جاهز موجود، انت بدك تروح. طيب احكي لك من الاول، يعني ضروري تعوفني حياتي؟ شلونك ابو اليمان؟ هلا مين؟ انا جابر. شو صاير مو حافظ رقمي؟ لا عندي بس ما طلعت. انا جابر. في رزق المساء انت وسيارتك جاهز؟ ما بحسن والله. لك رزق عم اقول لك رزقه يعني اكثر من 10,000 ليره. ما بحسن جابر، بدي اروح على المشفى لعند ابو مقداد. ليش شو وشو في؟ انقطعت رجله. شو؟ ايه والله بقى ما فيني اتركه، لازم ضل جنبه هالكم يوم. والله حظك بفلق الصخر يا ابو اليمان. حظي انا؟ بشو؟ انه مو انت اللي راحت رجلك. شو بنا جابر؟ وكل الله. طيب امتى رايح لعنده؟ قد ايه الساعة هلا؟ ساعة؟ صارت 12. كنت عم البس ونازل دغري لعنده. خيو باعتبار شغلتك تأجلت رح اروح معك. شغلتي تأجلت؟ أنا شغلي؟ لا لا بحكي على شغلنا اليوم. إذا بتتأجل أحسن. هو هيك بس وينا؟ محل غيّة طمنا. إذا منيحة شو علي؟ منيحة منيحة كثير كثير. راح تدعي لي أبو اليمان؟ سيدي لوقت أفرج ورحمي. ليك؟ أبو مقداد بأني مشفى؟ ابن النفيس. يا عري أخذها المشفى ما عاد في غيرها. أخي يعني بالمختصر ترحم علي. اوكي الله جابير شباب الله صرت انوز منا لهالمشفى سيدي معافى. شو بدك زوره؟ اي طبعا طبعا بدي زوره. طيب ليك اذا بدك بطلع انا وياك. وين بنلتقى؟ اي ساعة؟ انت وين هلا؟ انا هلا بالمهاجرين. خلص روح على ساحة الميسات وانطرني شي 10 دقايق مو أكتر. ماشي يا ابو اليمان بس وينك؟ لا تنطرني كتير الله يستر على عرضك. داي أخلاقي وعلى نكشة بالفليجة. لا لا رح ألبس فورا نازل. سلام. ماشي سلام الله معك. حرامية يا أولاد الصرماي. سرائين يا حرامية. هنا على أبوكم. وين هذا الجحش؟
يا عربي يا شو الحق كتير عنك ماشي لازم تقطع المشروع لأنه بدون الآن سجلها شوية جداً لا تنسى أنك صرت بقية واحدة إن شاء الله معها الله يعافي قلبك يا حكيم يلا شرف أبو اليمان يلا أعطيك العافية حكيم الله يعافي قلبك يا الله هون جابكم سلمت أبو مقداد إيه لا حول ولا قوة إلا بالله هدي أبو مقداد فوت جابك فوت سلامتك أبو مقداد هدي جابر الله يا ابو مقداد هدي والله البكي ما بيجيب نتيجه يخلص علي ولك بده يعمل لي مبزحه لك شو سويت يا ربي ابو مقداد والله امبارح كنت احسن ابو ليمان شو بو حرق لي المحل شو حرق لي المحل كل شي بالمحل راح شقة عمري راح أنا شو ساويت لحتى ينتقم مني بهالطريقة وليكني سديت بالمسوى لك كمان عم يحاربني برزقي على سنور رمح يصير في هيك وتعال اشتكي بيجوز يصير شيء أبشع من اللي صار هذا وقت ما بيخاف الله يا جابر ما بيخاف الله يعني انتوا اللي بتخافوا يا ابو مقدام انا ما بخاف الله يا جابر كنت عرفان انك جاي تشمت فيني بس اللي تأكدت لا مو جابر اللي بيشمت بالناس يا ابو مقداد لك شو هذا التنوير ولك انا شو عامل بحياتي هذا اللي اثنين ثلاثه عامل لهم كم كف بحياتي كلها مسترزق من ورا كم بنت فلتانه لك انا شو عامل مواجه هذا اللي ما بيخاف الله لك إلهي ينتقم منك يا أبو نبال لك الزلم عم يبكي وانت عم تضحك اي بعد حكي لك جابر الله معك والله معك حق ما بصير بس ما بعرف ايش هيك عم بصير معي يمكن انا اليوم الصبح كان في حدا عم يدعي لي الطلبات يدعي لي ابو مقداد اذا واحد الله غضبان عليه لازم يدور ليش الله غضبان عليه ما لازم يدعي على واحد غيره طيب اذا هو ما بيخاف الله وغضبان عليه انت ليش غضبان عليه الله مو غضبان علي يا ابو اليمان انا الله عم يمتحني وهو كمان الله عم يمتحنه إذا هيك عيبك جابر نحن منضل أولاد حارة واحدة بعدين لا تنسى أبو مقداد وقف جنبك وقت قصة وليد جنب مصرياتي أخذت تعبتك صح ليش لما حضرتك كنت عم تشتغل عند الدكتور ما كنت عم تقبض راتب لفة جابر لفة خاطرنا مشانك والقصة كان فيها سجن جيم وهذا ما بيغطيه 300,000 ورقة يكون بمعلومك بس لأنه إلك خاطر عنا رحنا معك هلا مو مشكلة هلا مو وقت الحكي خلينا باللي صار معك أبو مقداد وعك تعيف حقك حق شو بدك جابر هذا أبو نبال بني مال شيخ الوادي بلا شو يعني شيخ الوادي شيخ البطيخ شيخ المحشي شو يعني
عنك سيدي. ما لازم تضيع حارجلك هيك ببلاش. ما عندك شو جابي؟ ها؟ شو قصتك انت؟ رجعنا للشماتة؟ شلون فينا نشوفه لها؟ لمين؟ أبو نباش يا أخي الوادي.